المكتب الوطني المغربي والسياحة والخطوط الملكية المغربية اللي برموا واحد الشراكة استراتيجية لمدة 3 سنوات. هذا واحد إشارة جد مهمة ترسلوها للعاملين السياحيين المغربيين وكذلك الشركاء العالميين على قوة وعلى جاذبية المغرب كوجهة سياحية، وكذلك واحد الإشارة ديال العمل يد في اليد بالمؤسسات العمومية للضلوع بالوجهة السياحة المغربية كأحسن الوجهة السياحية في العالم. وهذا الشيء تيجي في إطار استراتيجية ديال المكتب الوطني المغربي للسياحة اللي تتبرم اتفاقية كبرى مع الشركات الكبرى العالمية وكذلك مع شركة الطيران. في إطار خطوط جوية جدد ما بين بلادنا إن شاء الله وجميع بلدان الوجهات السياحية اللي عندهم أهمية قصوى في بلادنا، غتمكننا باش نخدموا يد في اليد في التنمية ديال هذا لا مارك ماروك اللي عندها واحد مكانة جد مهمة حاليا في السياحة العالمية، وهذا الشيء غيعطي ان شاء الله دفعه للسياحه المغربيه ويمكن الخطوط الملكيه المغربيه باش تركز على على السياح الاجانب والسياح المغاربه باش يقدروا يكتشفوا بلادنا في احسن الظروف.